إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عشر كوحو كبلا ميا كتابك العربية بين يديك جزك اللبات حاشدة لباب قولي اللحية اللبات استيعاب ونص كان صاخرين معنه سيقول لفهمه تدريب واحد ليلس ككوبات ضع علامة صواب علامة صحبة لك او علامة خطأ اما علامة خلط كسار ماشي قلدن ماشي صحبة انا صحبة صار ثم صحح الخطأ هل كانت خلط كسار تأضغو صح الصواب وحيوه صحر حقا كالكوكو واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحر الطهور الظهور يعني النظافة الشدر الإيمان إيمان كالبرك يدوي كالبرك يدوي تاس واصح يغتسل اثنين يغتسل المسلم للصلاة ولأداء عبادات أخرى قفك المسلم كوح أمي دا وح أمي دا إنو صلاة تكدو يعبادو إن كلمة أمي دا يعني وحا وي صلاة مرك قار هدو ما يلقوا واش من غسل جنابه وكره يو الله ما يرنا الكل أديك اللي متكون كرو إذا هذا يكرو عن كاسه هو يشران قرآن كل آخر يا كمدا تاسنا واسح ثلاثة يكتفي المسلم وحو كمار ما قفك مسلم كاهي أو كفر بالوضوء ويسأو كليا لنظافة جسده سو شركي سأو نظيفيو تاسكم في الله ومرشو بهي قالت بارا سارية أربعة يتوضع المسلم من الجنابة قفك مسلم كي هو كويس يسا جنابة مركو كويس يسا ثم يسلي وتكداون سبحان ما يرم بمركا قريبا تاي تاسنا هو قلب خمسة خمسة غسل الجماعة ما لم تجمع الله إلا ما يداواتهم بواتب يقول تعالى كل مسلم مسلم والبواكواتب واكواتب سيما ذهب تقار قبار رسول كنيري على كل محتلم وواتب وركا قارم حلين ما هي وحوي واتب لذا سنة مؤكدة تدريب تاني أجي باختصار من عما يري وعد قرطا كالجواب تاوحا صوص على سكو بنو كالجواب واحد إلى أي شيء يدعو على الإسلام دين الإسلام كنتكم حيوكو باقيسا يعني واحد وقو باقيسا محي النظافة نظافة دا إسلام كو باقيا اتنين على أي شيء يحث الإسلام المسلم محو قفك دين الإسلام كقفك مسلم كأه محي كل يرهي قرينيسا أما أي تعليسينيسا وحيوضنا كم إذا هاي يعني ونظافة أمون بايضنا كم إذا هاي ترك إنو نظيفيه أو نظيفيه در كيسة إيه قري كيسة إيه ميش ودقين هيدا إيه هدو ذي قرنس ثلاثة ماذا يفعل المسلم قفه مسلم كي نحو سمعيا إذا أراد الطواف حول البيت هدو الدورين وكو طوافك عبادة نحو سمعيني يهو سيستا يتوضع ويريدنا أربعة هل يكتفي المسلم قفه مسلم كي كفر انتهي بالوضوء ويسيد بخو مارن كرا لنظافة الجسم الشركة ونظيفيه وما أوحو باهنها ماي خمسة الغسل الواجب ماي لقى واجب كوام هاي ماي لقى واجب وحكم إذا الغسل من الجنابة والغسل من الحيض والغسل من النفاس هو صدر محكم إذهين كو واجب كام مركا يعني جنابة وقفكم معنى رجال دمر با عادة يدني كده المضى أو دمر خوقار مفردات هكا نوى أريو تدريب واحد هاتي واحد لك على إذا مفرد الكلمات أريد أن صوص على مفرد كودا كان أريد أتى عليه تصوص على من النص هذا الكي هرك صوقات ثم استعملها أو ديكسو في جمل من إنشائك في جمل من إنشائك جملوين أضغى عرسي كتر هل قام حاكو قرر مساكن وقريو مفرد كيد ومسكن أو قري الناس هل قام حاكو قرر الناس تضوى كو قرر مركا إنسان بو نقن كراقوف كريا أيها الغريق كرا اثنين أيدي مالك قرن قعمو يدن ويك عنت كلي يدن مالك هذا أيدي نوع قوة بضم أربعة ملابس ودرك اللي حدو أو جمعة
ملبس ويان نركو مركو مفردي هاي خمسة أرجل مالكا كقرن لغها رجل ويان لغت كليه خمسة وجوه وجه ويان ستة وجوه وجه وجه با مفردين غنيا مركا دبنا دوكو جملة خدر بوكوري تدريب تاني ليلس كالباب إملا بوحي الفراغ ماشا بنان بالكلمة المناسبة كلمة قوها بون من القائمة ليسكا قائمة دوال ليسكا استبطحا ليسكا تسوقا ذلك هرود أكوية له وعندما هذا أين أسرة قوالكا قرن هل كبرنا واحد كبن حساء أين تعيش أغير كنوش هاي أسرة قويسكا ألما هو بحالكا قرن من السماء باكو حلتا لحظة بنان ويزيل ينزل سوقا ألما هو ينزل من السماء بيوه واحد كسودي عن عرك هل كبرنا قرن الله صلاة كبالك قرن حقه هراء بنان مرقى واحد سوق هذا تا يقبل الله إلهي وأقبل إياه صلاة كصلاة الحريبة إلى الشاي مرقى قرن حقه هراء بنان يضيف مرقى سوق هذا وحق قدر إياه الحريبة عانها أي إلى الشاي شاي قدر شاي شاي قدر إياه عانه وعانيني الماء ألو ساق بالك قرن وسوق هذا مرقى يزيل ويباب إياه الماء به الأوساخة وحيابها وسخة أن نظافة الرضا ويبابيا الوضوء في اليوم الواحد بالكاك وقرن هل قررت كسو قائسة يتكرر وصنع نغضاء الوضوء ويسد في اليوم الواحد ما لنت كليا طور قرر ويسيستا ملاحظة النحوية واتشلعاء مدبو إيقد وأوفرسي حق النحو ده معاني أدوات الاستفهام واحد تحسنك وصنع تهي نحوها سيمانتا أريد السؤال معنه ده إن لفهمه واحد من وحبال اسكوي دي من واكما اما وايو للعاقل قفك عقلي رب الله استعماله بني ادم كوكلا وحلا يهدا من عندك اكتاد اياه شوغا زيد ما زيد باك شوغا اما عمر نسا عمر حولها ايو وحان نولين ايو وحان عقل هنوردن من طلوما استعماله من وحلا استعماله ددك اثنين ما وحلا استعماله ما وانا سؤال لغير الواحد لغير العاقل لغير العاقل وحان وحبا قرني ما سبب ذلك بلونيه وها محا وعي محا أصبه ومحا ييري مركات تبضوح عقل لماها ثلاثة ماذا باشرت أسوء آلة محا الله استعمال اسكوه ديا يدرى لغير العقل وحان عقل الهين وحا صلى الى هذا ماذا تريد محا دون اسم أربعة أين للمكان أين وحا الله استعمال وإري سؤالين لكن ما يشاء الاسكوه ديا أين الجامعة هل كيش هم عدي خطها الأول ورنة مركة خمسة متى للزمان متى وإري سؤالة لكن وقت قال اسمه يديا متى ستسافر كل ما تجي دون تسافر دون تا ستة لماذا يدنا هو أري سؤال للسبب سببت إيه وحي وعي إيه مارتي سببت كامتي أي الله إلى هذا لماذا حضرت هنا هل كان محاضرة قوم تنبال إلى هذا هل كان محاضرة يعني سبعة كيف وحى الله يسمعني كيف للحال تلمان تقف كل هاي أي الله يستعبال كيف حالك حالات هذا كورن تعاف مات كورن تمن الجري كورن تدقال كورن وعاسوك حالات هذا كورن نظرت ثمانية كم وح الله استعمال العدد ثلاثة الله استعماله كم دفلا لك إمس عرورة إمس الموضة لا إمس عرورة لا يعني إمس قفوة شيء تسعة أي وح الله استعماله أي بحسب ما تضاف إليه يدو معنى قو أنا ملك كل بك الله إضافة كتم بيا يوم معنى سقطتها أي كتاب تريد كتاب كيف دوريسا وحق عقل يقول وين أقوم كرتا وحن عقل الله يقول وين أقوم كرتا سامي كرتا سوكر أي كتاب تريد كتاب كدوني سواكي كتاب كمكافد عقل لما هل وح الله استعمال الجملة المثبتة الجملة الصغيرة أم الصغن أي الله استعمالها وجوابها نعم ها بالله أما لا لابد الله استعمال كرتا هل نقطه وجملة الصغن وأم وح الله جوابها ها أما ما لابد هل تحب الشاي شاهم يا تعشى ما عرفت نعم هذا تعشى ذيك لا ما تعلي مرك هو جملة تاسو ما لقيت جوابا ما ألف مهمزة عنانو وحلو استعمال الجملة المثبتة تيجي تسوغن يلا استعمالها وجوابها نعم لا وأطاه راكراو ها يمي وضن كرتاب تحب الشاي أتحبه أتحب الشاي شاي مية تعيش شاي نعم أما وحلو استعمال لا أكو كرر نعم يلا ملا ما يلا هذا من غن كران كوا كر من عندك هذا لو راه هذا وحلو كرتاب زيد أما عمر وكره لكن عم ورن كرتيد يا كو اكتو لو لو ها ميا ورن كرتا وا ما ما انا مو ورن كرتي الا يا كو اكتو لو لو غري هذو ما 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 هذا وحن وام حد لو راهو نعم ورن كرتي وخي لا تجاوب كرتا اما ما غري ورن كرتا
لكن ولا قلت نعم إياها معنهم صح كماها لو أسماء تبدأ نعم لا لقيته ولا هل إيوه همزة أين الجامعة هذه اللي وجدوا ولا تمارك قطالة نعم ولا نكرتي لا نعم ولا نكرتي هل كاسة قطالة يا مكرنة ولا مكرنة لا بضاعة وأكو خلهم وأنا عاصو كريم تدريب يمكن أول ليلس هاتي أسئلة السؤال كان مناسبة كهبون للإجابات جوابها التالية سو صعودة كما في المثال ستصالحا إمك جوابه على قرية أدوك سؤالها سبب على قولي وعكما من فحصة كما إمك لقول يا قباري عافي ماذا هم مرسات فحصني يا طبيب دختر كما إباري سأسافر إلى مكة وجواب هذا ما جواب تريدون سؤال شديد من الشيء قالون يا أين ستسافر حقا الصعود تينسا فصل سأسافر وحنتقي إلى مكة الساعة الخامسة تماما أزيم كل هذا كم ساعة؟ ساعة دواي مسا؟ أسا الخامسة تماماً، الساعة الخامسة تماماً. ساعة دوا ساعة دي وشنتي أما قلبني ما أما هنغطو أروني أو بوحدة. أزيم هذا مكا متى استيقظت قرمة توصي؟ استيقظت مبكراً وقت هران أروت هران كاي. هذا من جاء يا يمد؟ هذا جاء أخي سعيد ولا أخي سعيد بايو. هذول لون معيق حقيقي وسما ماذا معك؟ ما حد سيرته ما هو محيو حنا سيرته حقيبتي معي شنددي دي ما سيرته بخير والحمد لله هذول كيف حالك؟ حال هذا كورن هذا مرتاح بخير وما ورايسنا والحمد لله الله ما هذلك هذول أرود ستارة من فضلك هذول ماذا تريد؟ ما حد دوني سان فهو حلاقي كرام ما معك سؤال شهرة معي هذا مثلاً مركا حقيبتي بنسيتها. ثم مثلاً تري أريد ماذا تريد محل دوني سا؟ صرنا أريد ستارة من فضلك. ده بعد دوني ده. ده قطعه يلا وحلا الباب دي. من فضلك واحد ما حسنته. لا سأقابل صديقي. هذول هل تقابل واحد قابل سا الطبيب دكتورك؟ أو تقول لا ما سأقابل واحد قابل يا صديقي صاحبك. واتاي. مثلا سافرت بالطائرة وهذا مثلا مركا سؤالي عادي هذا سنقول كلام عدل وراه ماذا سافرت وكله ما هذا سافرت بالطائرة طيارة ما في عاود نفرتن ماذا تريد أريد الكتاب الأصفر وحدول الكتاب كهرودة لا ما لا أريد هذا كلمة دوني ساس وكله هل تريد هذا برقونها كلمة دوني سا لا أريد هذا كلمة دوني الأكلات السريعة ممكن أن قال لنا عنتوينك دق دقة عنتوينك دق دقة هي الديارك أقول لك حلقة عون هند واحد تريد نريد واحد دورينا تناول العشاء عشاء لنا نقعنا الليلة عاوة خارج البيت ميل قريقة كبحسن إن نسوق كسوع عشينه إن انتبه تريد كان عاودونا وحصاننا انطهر دلنا نصعنا بدر وين كي وحول الفكرة وفكرة يطرى ممتازة آذو ونايكسن وانا أحب أن نوحا تعالها الأكلات السريعة انطوينك دق دقا وانطوينك سد دياركا امارتي ولا لدي حالك عمي اما يسكف وضطبا انا بابيحول ولكن دعام البيت هساءهاتي قريقا انطوينيسا افضل كما كوانايكسن انطوينك قريقا كفي عن طهر دلك فهو عنتظر قريقه لذيذ ويكمع عن تهورته ونظيف وانا كان يرسنته وصحي وانا عنتك عاف ما قدم صدح الله قد ابوك ولا زنت المهيد واحد لي سأعد واحد لدين ديار دونا لكم يدك الليلة تعاوى عشاء لذيذا عشاء وانا عشاء معان عشاء معان بارد دي سمينية وفرع الله يسكو قوستو هند واحد لي لا ما يا امي هو يهنو سمينين عاو عنتم معانا دوها نو سمينين نحن نحب واحد شعرنا هاي الأكلات السريعة عنتين كده دقة يهود هذا لقى صعونة إياه أبو أبيه يقول إذا هذا هيا إن كان هيا بنا إن كان نتناول أن قصوا عنا العشاء عشاء الليلة تعاوى في الخارج قريقة دبديسة السوق قصوا عنا إن مريء ولا هذا تعلاتين أرسل تقويس كي تعود ويسون قرن يعني البيت قريقة كسون قرن مرة بعد تناول العشاء مركع عشاء الصعونة يهود هذا صعونة أي قريقة يمادين هندو واحد هندي أشعر واحد دريمية بآلام حنون شديدة آذو أضيق في المعدة تعالوشة آذي حنونيسة ومركع كسر نقطي عن تدي لقي يميدون عشد
بدر إن كيف أستيدي وأنا أنا أيضا تحمل بدرية وعراضي وطهي بطني بطني ألا علاش ألا علاش يسقري على حنوم بستشرت أيضا وأنا كذلك أنا علاش حنوس وذي يروح العلاش حنوس ألوم هو يدوه حتري صادروا بحنين دوني دوما ويدك وضبوكي سيارة الإسعاف بابور كي أمبلاسكا أيان يدو يدق دقها حالا إمك ربما هذا ربما كان ربما وحلا غيابا ربما وحلا غيابا كان إنه هذا كان إنه يهي تسمم سمو أتكون سمو دون عنتدي وعنتا يعنيه فود بويسن وحلا إذا هذا إنا يدخل عي وعنتا أتكون سمو دين بالغياب أنا بابيحول لاحظت أنا لاحظت وحبا أركي ومركن ميش جوني أركي أنا مدعمه ديلكو غير نظيف ولكن عنتا لك صعوني مدان نظيف هاي بابو هذا وكذلك عمال المدعم نمنك كيش شقيني يش شقاره ديلكونا قار نظيفة ما يهين فروه ذيو ما إحنا نظيفة ما يهين. ألم واحد وكانت المائدة ميس عن تضوح أها ميس عن تلا ساروي ولا طباقو يسحون تين وحكوعني يا ولا كواب كوب كين وحكوع بيني لما تود بق متسخة قارض أسكجة أيها النمان ميسكي سحون تي يا كوب كين وحكوع بين. هند واحد لنا تناول معنا الدانة الطعام عن طمعون الدانة مرة أخرى مركل ولجي خارج البيت قريه ملك بحسن وده لضم واحد عنا يا مجلس ألم هو يروح كذي ها هي مرة والتنبيه هذا ها ومقل هوي وهي هي يدو سيارة الإسعافي تنوح وهي بابورك أمبراسك قرمة دقدقة قد وصلت وين سوق عليه وابطن هذا استيعاب وين معنيه لفهمه تدريب واحد وكوهر ليلسك كوبا ضع علامة صواب علامة صحة صار أو علامة خطأ أما تقلت كسار ثم صحح الخطأ تبدو نوحي قلت أدوكو صحة طال ما يستطغلتو الصواب وحي وضع صحة هل كان ضبقه قر تواح الوقت إذا كي صحة سيس هل كان قصو قر كقلت ما انت قلتو سيد صحة هل كان قر واحد يريد بدر بدر وحي دوني وهند يهند تناول العشاء إن عشاء يعني كعنان في البيت نقول كعنان تاسوا قلت خارج البيت بيدونين اثنين يحب بدر وهند وحيشعل الوجبات السريعة عنتوين كدقدقة تاسوا صح ثلاثة تناولت الأسرة والعشاء في البيت قيس قهبيلك واحد عنتظى كعنان قريقة تاسوا قلت لك خارج البيت وكسوعنين أربعة شعر بدر بآلام شديدة وهو قدر يا مينك بدر إلى أين كلا يهضى حنون آد ضدرا في صدره لابتيسة تاسنوا قلت وفي معدة يبهن على وصو قدر إلى لابتك مدريمين ما هتقول إيشو وهاد أقول إيش محي شعر بدر بآلام شديدة في معدة يبهن سامركا تناولت الأسرة العشاء خارج البيت ساسكوا تقول إيش سيد حدا مكان صومرتي خمسة طلبت ألم سيارة الإسعاف هو يدوح عصتي وأويادي بابوك أمبلاسك كاسنوا صح وسيد القرية تدريب تاني ليلس كلابات أجيب كتشواب باختصار سكومن عما يريد وحصوص على واحد أين تناولت الأسرة والعشاء هل كي يكسوا عمت كعون العشاء قويسكو خارج البيت بيكعون اثنين من طلب العشاء خارج البيت يا عطصدي إلا قوعوا لعنت هذا جيت مع قريق الدبادي سامة سوق لغسوا عمو هندو وبدر بعطصي إلا كي أنت ثلاثة ماذا لاحظ أبو في المدعم هو أبوه كواركي وتالكي أو الوان كواركي وعاركي أنه غير نظيف يعني هو داركو نظيف فهين وكذلك العمال شغالوا نصاصة هايين أربعة كيف كانت المائدة والأطباق والأكواب سيئة هايين ميسكي عنتظى لصارة يسحونتي يا كولوكي متسخة بهايين غار عن أسكريسا وعن مائدنين خمسة من شعر بآلام في بدنه يا دريمي على وصو حنونتي وحيد هند وبدر والأبو صدح دواء على وصو حنونتي مفردات تدريب واحد ليس كوباد هاتي واحد لك هذا جمع الكلمات التالية رجل صوص عضد جمع عضد كسوقات من الناس هذا كان كسوقات ولا جهل ياي ثم استعملها هو ديكسو في جمل الجملين من شايك هذا واحد عرسي الكلمة واحد ألم وحنون ألم بالغوص معيار وعامل وشغالة وهالغوص معيار عمال الغوص معيار ثلاثة كوب كوب وكوب كوبك أكواب بالغوص معيار أكلت أكلت وعنتو وحال لغو سمعي أكلات انتوين طبق وصحنك أطباق بها لغو سمعي مركا أطباق أي لغو سمعي تدريب تاني سلوح الحديث إساء بين الكلمتين لبضا يا رئي الله تاني لبضا سو تاتياني مع وضا صعودة استحرن لبضا قيبض بها
لو بنعوا سرعة يا رأس كحل ثم استعمله أديكسو ثم استعملهما لبده بو أديكسو في جمل من إنشائك جمله ينادو قال عرسه تعامل صارك أسكما قرنا وهكذا درس لذيذ أنت معانو جي تعامل لذيذ أنت معان عذر ما هكذا قروا عذر طيب ولا يسن قدر مكا عذر طيب يعني عذر ولا يسن سو أكلات أسكما قرنا سريعة توت ما يسن قدر أكلات سريعة عنتوي دق دقة ثوب بالك قرن وعبو جيسان نظيف ثوب نظيف مرة نظيفة فكرة بالك قرن وطلع يار ممتازة آدوا ناسن على مبالك قرن وعبو جيسا شديد لأن جملة مرك أنت مرك سو جيسا هذا جملة كسي درسه أصوات مكان هو عدد لغبرية وتفخيم الراء هذا أول وين يمر يو ترقيقها يضل يريه بعد راء حرف الراء كهرقر أمام الراء المغرقة هذا سدى الله أخرية تلعب سن وعد رأكو هرقر وخاكو هرقر أمام المفخمة هذا الحركة إيه هدود الكلوسة ما هيو مارتي سوين لو قلوا وقنا إيه ذا نوحة الأهضار خا هرنك عربية أكفزة عربية عربية تاسوا ومفخمة ومفتوحة إلينا المغرب سوماها ومرققة رابط كورقوية سميسة بنان تركيا ويربنت الضمى كوريسة ومفخمة خابط كورقوية الرياض سو مهوسونا رابط كل قصة مرققة الحرم وحرم كي بعض كل قصة خاء ومفخمة ويا مفتوحة ويا عرفة إذا نحط كل قصة مفخمة ومفتوحة كل هذه مفتوحة بات مركة مكسورة هاي أي مرققة هاي غرفة إما هو ساكنة ضمة كورسة ومفخمة خابط كل قصة رمي وطريقة نجحة وحوي غرفة وقلك ولصعتها رمي وطريقة نجحة تصالحان وراء مفتوحة مركوا محي ومفخمة خابت كور قلسة تسعة جمرة جمرة ومحي ومفخمة ومفتوحة الرحمن إذا هو مفتوحة وخابت كور قلسة الرحيم ولمد وخابت كور قلسة اقرأ خابت كور قلسة رسالة رابت كور قلسة ومكسورة رب تسمى وراء ربها وستك أسرى ربي مركا حد قول رسالة سامحي وحد قول رسالة وحد قول رسالة خاء ومفخمة ملاحظة نحوية وملعسي يتلع حقا نحوية دايما قاعلة قصينية وصلت الله يريقيا وملعسي وحيرو الدقدقة وحوين سلحوين معها حذف نون المثنى نون تمثنى هو القوية والجمع وجمع المذكر السالم يجمع المذكر السالم نون طوال قشرة عند الإضافة هذه وحلو إضافية إيجا ومدافع لحاجة ما كراعه تحذف نون المثنى والقوية نون تمثنها يجمع المذكر السالم با عند الإضافة هذه وحلو إضافية ويجوا أي مضاف نقدان ومدافع لحاجة ما كراعه ادرس براء ولاحظ أفرسه ألف يبدأ أيك ليهن ألف تعطيك القرمان لبضى قرين لبضى قرين جديدان وعسبه ما لقول إما قصون نونتو ما قرنا القرمان يجديدان ماها تهرأيك القرمان تاسين إضافيننا مدافري بحق دمهر عيننا وحن لنا هي قرمان سعيد لبضى قرم إيه سعيد جديدان وعسبه تبعنا ما فينا سعيد ومدافري حق دمهر عيني نون خينا طورينا أهذا فعفت وحن ادري رسالتين لبضى وراقوت أيان ادري يان دري يان دري لأنه يقول إبراهيم كريري بعث الرسالة تاي شكري وحن دري لبوراقضو أمهات نقع لأخي ورالك بانقوري مكا رسالة تاي نسوميهين شكري مبالو يدافي منكالة طورية رسالة تاي شكري كتبت وحن وحكو قري بقلمين لبا قلم وحكو قري إمكانا محولي كتبت بقلميك بقلميك لبا ذا بقلم وحكو قري كافة لو يدافي منكالة شرية هؤلاء كواسيم كوحنو قال جمع مذكر سالم هؤلاء كواسيم مسلمون وضد مسلمين ومن الهند تلك الهند يكيمي تقول حالان هؤلاء مسلمون مسلم الهند وضد كمسلمين الهند يكونون مركان نونتا لقوينية وحب وحن تعالها المهندسين لمنك انتنى رضا المخلصين اضاع رضا ان يدوناك كشقية ان خيامة اقول وحب وحن تعالها مهندس الشركة المخلصين إنجنيار هذا الشركة ده كشقيه إيه ده عدا مكان المهندسين بهي يوم حال المهندسين شركة مهندسين تأ شركة أشقيه إيه ده عدا مكان نون كي بالقوينية هذا هذه الكتب كتبتا
للمعلمين معلمين تأياله كنوح هذا الكتاب كتابه لمعلميهم معلمين توضاره لأنهم ننكب على شرية تدريب وكنوا الله يلس اجمع عفوا اجعل واحد كاركتها الكلمات أريضة التي أريضة تحتها خط وحريق كوس قريها مرة للمثنى مرة للمثنى كارك ومرة مركرنا لجمع المذكر سالم كارك كما في المثال ستصال على قوش هكي. واحد وصل معلم المدرسة وحيمد معلم كيو مدرستها مروح على الغور وصل معلم المدرسة معلم المدرسة ومصنع لبدي معلم ايه مدرسة ايامد وصل معلم المدرسة معلم المدرسة وحيمد معلمين في مدرستها اما كان محور الاثنين وحب واحد شعرها مدرس القرآن معلم القرآن كذيك هذا لسه مرت عليهم مصنع كذي يسوع وحب مدرسي مدرسي القرآن يا رب جلسة لوضع معلن القرآن كذيك هذا سمع كذي سبحان الله أحب مدرس القرآن هذا مدرسي يا رب ذكر جلسة لكن يا آخر شيء يوم الصباح مدرس القرآن هو القرآن كذيك ثلاثة هذه الأرض ركن وحرة لحاكم البلد منك وطن كنك تري أي ركن له مركز دوني سات كذي سمع سبحان الله هذا الأرض لحاكمي البلد لحاكمي البلد لحاكمي البلد لحاكمي البلد لو أنه دلك تريالي حضرت سمع كريس حوانا سأل هذه الأرض بلوكم وحالة لحاكمي البلد لحاكمي البلد أربعة رأيت واحد سائق السيارة درول كي سيارة بابوك أيام حضرت المستنقر حوانا رأيت سائقي السيارة سائقي السيارة سائقين بيها لأنه نون قال لقوي سائقي السيارة سائقي السيارة لماذا يدروا لي بابور هذا هتاك دوري سيشم عنا رأيتم حركة سائقي السيارة سائقي السيارة خمسة كاتب الرسالة إنك ورقد قرية سريع ومدقدقية قرى الكيس هذا ما سمعنا سريع مصنعها كاتب الرسالة كاتب الرسالة اللي مكو قدية هاي مرو قدية مركلا سوسي لوك مدواقو كاتب الرسالة كاتبان ميلين هايدي كاتب الرسالة لوضع قرية ورقده سريع عاني ومركة الرسالة خبر كوات بدريسة ويدك دليا مركة تسمع كريسة فارسة كاتب الرسالة كو قرية ورقده سريعون ويدك دليا خمسة كثير العلم قفك علمك بضا محبوب ولا شعليه هذا المستهن كريسة فارسة كثير العلم كثير العلم لوضع علمك بضا محبوبان بضا مركة ولا بلا شعليه هذا تسمع كريسة فارسة كثير العلم كو علمك بضني محبوبون ولا تعالي هاي خبر كنا نروح نقول يا مركات سمع سبعة يكره الناس تدخل حي نعبيهن قليل الحياة قفك حشود خير تدخل نعبيهن هذا كله يسمع مصنوع عن إذا يكره الناس تدخل إيش علي وين عبيهن قليل الحياة الله ذا حشود خير هذا سمع كل إيش علي يكره الناس قليل الحياة كو حشود خير فهم المسموع ما كان وحوي إن لا فهمه وحي لا مقلي وتصوى مكر عشرة دقيسين شو لأنه الاستماع إلى نسفرت هذا الك هذا الباقود ومن عشرة دقيسو ثم اختار واحد دورته على الجواب الصحيح جواب صحيح هذا دوره سأل دوره كرت الجواب صحيح بوضع دائرة قوة جلي قوة صدا أقوريتي حول الحرف المناسب حرف كوه بون هريريه ذا قوة صدا أقوريتي وما هي تام عنه وحوي صدح لا استبيا لك جوابه صدح حرف باكور رياه مد بحرف باكور رياه صدح ثنا مد باصحة تصحة بحرف كور رياه قوة ذكر واحد عماد وعلاء لبضائنا أخوان وعلمين الأول على يختلفان وحكوا كل دوين في ما حكوا كل دوين هذا عشان ده كده جيسين سا ألف الملبس الملابس والأخلاق مركنوا كل دوين سو قاطان ذاك قاطان أخلاق دول كل دوين تواكوا بق الأخلاق والنظافة وحكوا كل دوين حق أخلاق دي حق نظافة والله بقى جيم وحكول دويهين الملابس الأركة يقاطان والأخلاق أخلاق دوي كل دوين تاي والنظافة تسدح دوي كل دوين واحد صحي كرتا أما ألف أما بقى أما جيم كانت قوبة قلين كرتا مرد عشرة درقيسة تسدح لها صح لها دوقاته اثنين لا يحب الناس وضفت عماد النكر إلى مجعلة والله بدينا المدهان معايا لأنه يسوي ألف كثير الكلام ومد هذا البطن بقى كثير المشكلات ومد البطن يدر كذا البطن جيم يستعمل عطرا غير طيب وهو يستعمل عذرا ودقوني
dabana ka salagu nacay hadaba saddexda ka saxda ah waxaad goobay gelin kartaa marka dagiisato talaata yuhibbu an-naasu calaan ninka calaala ila isagu waa la jecel yahay maxaa yeelay annahu isagu waahid ama waxaan jeed alif yusaaciduhum dadka uu caawiyaa wayasuuruhum dadka uu soo booqdaa ba yuhibbu an-naasa dadku isagu jecel yahay jiim yasuuruhum dadka wuxuu ku soo booqdaa fii makaani acmaalihim halkay shaqooyinkoodu yihiin shaqadoodu ugu tagaa marka saxda waxaad gelin kartaa markaad dhegaysato arbaca man aladii keeba yahtamu ku dadaala binafsii naftiisa yaa ku dadaala wayuxibuhu annaas dadkuna ay jecel yihiin qofka naftiisana ku dadaala dadkuna jecel yihiin waa kuma waaxid calaadun waa inanka laydhaa ba cimaadun waa ninka laydhaa jiim la axadu labadooda midna maaha markaa kaad saxda aad gelinayso waxaad dhegaysan doontaa cajalad khamsa man xasan man xasanu alakhlaaq tayibu alkalaam waake man xasanu alakhlaaq qofka akhlaaqda wanaagsan tayibu alkalaam ee hadalkiisuna wanaagsan yahay alif calaau ninka laydhaa weeye ba cimaadu ninka laydhaa weeye jim la axadu midkood maaha markaad dhegaysato ayaad gelin doontaa takallam iminkana hadal baa lagu yidhi tadriib waaxid waxa weeye layliska koowaad tabaadal ilas'ilata walajwibata maca samiilik isweysaarsada su'aala iyo jawaabo adiga saaxiibkaa nashaadu thunaa'iyun waa shaqo laba dhinac ah oo laba qof qabanayaan alif ayna tatanaawalu dacaamad halkay cuntadaada ku cuntaa itniin mataa tatanaawalu dacaam fi lbeyt goormaad cuntada guriga ku cuntaa talaata mataa tatanaawalu dacaama fi lmadcam goormaad cuntada ku dhex cuntaa hudheelka muxuu ahaa arbaca hal tuxibu lakalaat sariica ma jeceshahay cuntooyinka deg dega ah walimaada maxaad ku jeclaatay khamsa hal tufadilu ma waxaad door bidaad jeceshahay tacaama lbeyt cuntada guriga ama tacaama lmadcam mise cuntada hudheelka walimaada kaad jeceshahay maxaad ku jeceshahay sita maadaa tufadil maxaad jeceshahay atacaama aladiida cuntada macaan hayra saxiyi een caafimaadkeedu wanaagsanayn aw saxiya mise cuntada caafimaadkeedu fiican yahay hayra ladiidi ee aan macaanayn walimaada kaad jeceshahay maxaad ku jeclaatay tadriibtaani layliska labaad naaqish bal waxaad gelisaa dood iyo in aad ka doodaan almawduucaati taaliya mawduucyada ama canaawinta soo socota maca zumalaaika adiga saaxiibada nashaadu lfariiq waa shaqo ay qabanayaan kooxi oo laba qof maaha waaxid nadaafatu lbeyt ka dooda nadaafada guriga tiniin nadaafat aljism jirka nadaafadiisa ka dooda talaata nadaafat almadiina magaalada nadaafadeedana ka dooda arbaca nadaafat almadrasati aljaamica nadaafada madrasada iyota jaamacaddana ka dooda ama madrasada ama jaamacadda kolbata aad ku jirtaan tusaale ahaan khamsa nadaafat albay-a deegaanka oo dhan deegaanka oo dhan nadaafadiisa bay-a waa deegaanka hadday dad tahay hadday dunyo tahay hadday ay dhul tahay hadday wax kasta tahay waa bay-ada waa deegaanka oo dhan macalugaadheed iyo dugaageedii wixi o dhan sita nadaafat almalaabis waxaad ka doodaan muxuu ahaa nadaafada dharka ka dooda sabca nadaafat alqalb qalbiga oo la nadiifiyo annafs waa nafta ee ka doodataa imakana tahyi-atun waa diyaargarayn ama iyo diyaargaroobid fikratun cafwan fakirka fikr fi lijaabati jawaabta aad ka bixinayso can aslati taaliyati su-aalaha soo socda waaxid maa alamaakin alcaama waa maxay goobaha caamkae dadweynuhu wada leeyahay maxay yihiin goobaha caamkae dadweynuhu wada leeyahin waa maxay ee ummadda ka dhexeeya sida masaajidada iyo wadooyinka iyo waxaa la midka dhakhtarada iyo jaamacadaha iyo iskuullada iyo itniin calaa man taqacu mas-uuliyatu nadaafati alcaama yay dusha ka saaran tahay mas-uuliyadda nadaafada guud ee waddanka ama magaalada talaata maa ra'yuka maxaad adigu u aragtaa fi dawlati dawladda alatii tahtamu ku dadaasha binadaafati waa dawladda noocee ah haddii dawladdu nadaafadda ka shaqayso arbaca maa ra'yuka maxay kula tahay fi lbeladi waddanka aladii kaasoo laa yahtamu aanay ku dadaalin sukaanuhu dadka degani binadaafati nadaafadda aanay ku dadaalin xaggan uu kaga jawaabayaa inta badan nadaafatu lbey-a imika waxa weeye waa nadaafadda deegaanka oo dhan bay-addu environmentka waxaan layidhaha dhan weeye wuxuu doono ha noqdo waa dalka haddii ay tahay berigiisa iyo baddiisa iyo hadday tahay hawadiisa iyo hadday tahay dadkiisa iyo dunyadiisa iyo ugaadhiisa iyo dugaagiisa wax alla wixii joogo o dhan waa bay-adday ka mid yihiin annadaafatu noocaani nadaafaddu waa laba nooc nadaafatun khaasa nadaafad gaarahoo yacni qofka u gaara iyo nadaafatun caama nadaafad guud oo dadku wada leeyahay fa nadaafatu alkhaasatu nadaafada goonida ah
نظافة الجنس بالإنسان وقفك الشركي سيساق نظيفيه وثوبه مردي سيساق نظيفيه وطعامه عطاده عنيه نظيفيه وبيته نقرقي سيساق نظيفيه فهو هذا نظافة قارة. أما النظافة العامة نظافة القود يددك وذليه وفى نظافة الأماكن العامة إلا نظيفيه قوابها تدوينه وذليه ومد وذليه كالشوارع ودوينك كمدا ولا حدا يقب بيارها لغو نستو أي كمدا وتقع واحد دوسة كسارن تهي مسؤولية النظافة الخاصة مسؤولية دا أما حلك نظافة دا قار كاهي على الأفرادي قف والبقار كي سارن تهي إنو تركي سمايدو شركي سمايدو قري سمايدو انسدي سنظيف سدو واحد يسكي ويا القف كده. أما مسؤولية النظافة العامة مسؤولية دي حلك إلا نظيفيو دلك أو يقوبها عام كا فتقع على الأفراد والحكومات وها مسؤولية دارسة أي سارن تهي أشخاص قفك سواء كمسؤول تولدون هو كمسؤول تولدون هو كمسؤول تدوينه هو كمسؤول لبضوا يقاس وها لقو عبرة وها البيغة لقونا دريريا ودريرين تقياس تقدم الدولي تولدون هارو مرين يعني دبو دعين دبو سعود يهارو سعود دولد دميد أي تهي اليوم ما أنت وقت يلي مكان التاقية ها بالنظافة النظافة دلكم بالأيغة هذه النظافة دلكم في عانتي دولد سوى دولد هارو مر سمينيسا هذه تهي دولد أنا نظافة الله هنا وحوي دولد دي بصعودة هذا يعني هذا العقل السليم في الجسم السليم عقل يفيوب وحكو ترى شرك فيوب شرك فيوب من النظافة دو كو فيوب هذا هذه وشرك بخوضة عقل روغ بخوضة هذا عقل بخوضة حبلا بصو صار كراو جميل تقدم بمشرو دي بصعود بمشرية فإذا كانت ديت هاي الدولة الدولة وطن كتالي نسا وسكانها يدد كالدقريبا يهتمون قار كده دالية في النظافة النظافة فهي يدا سواء دولة دولة سواء دولة متحضرة هورة الدولة البحة وهي دولة داس هذا هو الدولة النظافة كشقين نسا ودولة البحة إذي يدد كيدو بقى. وإذا كانت ديت هاي الدولة الدولة تطلق مامور نسا وسكانها يدولة دادت كالدقري لا يهتمون قار عن طنين وأنو حوو أرق بالنظافة النظافة فهي دولة هو دولة متخلفة تدي بصعودة وحرمرة يسمين كتامسته هذان النظافة كود ذلك وهناك هلك هو حشرة الدنيا دول دولة حشرة مشهورة تنكو عام بحول غوية قارنو في العالم الدنيا هو حلو غبرت الدولة ها بالنظافة النظافة على غبرت وضلال النظافة عام قا وهي الدولة هذه قليلة ويريه لكن وتنير مثل ماليزيا تلك ماليزيا واكمل وسنغافورة تلك سنغافورة إلى أنا وكمل وهناك هلك واحد كذا دول دول أخرى كذا مشهورة تقوى عن بهاي بالغدارة والسخدة يقدر فدا ينظف الرضا عن كل وجهان وهي كواسي كثيرة البدين وكان مصمم مقامين يعني حسدة كم في عنا كواسي ويبوغيسيه وحلا تمام يا كوا عن بارك الحين وروح لهبلاي هبلاي لكن كم وسكا مصوب بدين بروكواس تنفقوا واحد كوب حيان بعض الدول دولها قار أموالا كثيرة حول آذو بضن على نظافة النظافة كب حيان ونشاهد وحن أرقنا الآن إمكا في كل مدينة مقالك سوحن كو أركي نابوري عمال النظافة شقارها النظافة أي نكو أرقنا يجوبون يقول نحو ريقية الشوارع ودوينك يحملون وحي سيدان وحي سيدان حاويات النظافة هامها نظافة وهامها هكا انت لديقو حشيشك الوقو إلى حاويات النظافة يا بابور كنت نبطع لعو كوا يقول سيدة وبابور توديكو سيدة أيانو أرق نابوري ويضعونها واحد هامها يقدافة في سيارات خاصة سيارات خاصة واحد يقول قادم بابور قارة أيانو كنت نبطع لعو تحملها بابور تاسوح وقادة هامها قدافة خارج المدينة ميل مقالة كبحثا أي قيسة ما هالكا لقد دورا لتحرق هالكا سلو وقبو إن هالك على سكدي يقول لك تجمع دريرته ودافته وهالك أنت على دخول عضو أي قرحصه تبدي تشيل مصورة من كفر عمو وكد قاف معها ونقبتها لجوجو ويشارك وحكت غيب جرا أول غيب صدا المواطن وقف الديان في وطن كله الدولة الدولة وحكت غيب قاتا الاهتمام ذلك الدولة تكون بحنا سمحي بالنظافة نظافته أو إسقى إلى علي يقف المواطن كنظافته halkay imkay inaga wadooyinka lagu soo tuuray qashinka lagu buuray qof waliba qaribayo qofku maadiga xaq baa lagu leeyahay inuu ilaaliyo sharciyan iyo si kastaba inuu isagu nadaafada ilaaliyo guud ee dalka qof kasta waa xil saaran
ولي لكن إنقو كمينا بلاروغين واسلوا بلاروغي دونا مالين تيدا حيث يضعوا وحرقه يقفكو النفايات وحيابها قدافة ده الخاصة إيوغاركا ببيت يقولي سوق سوق قاضو يولتي يجدها ولي وتأوهلا بكلي تقولي سوق رماها تأوكهلا قدافة أوكهلا في الشوارع ودوينك يا دكتور ديجان يقول حرائق قوة بيارها لقول نستقي يلا في الحاويات انتو سواق هذا وانو هانتن حشيشك كوري ده تقولي يسا وانو هانتن كوري ده تحواتات انتو سوق هذا سوق مردقين وانو كوري ده انك بشيطة ناسبا محي قوفك هانتن او مغطا او اسكاق نجايا اسكا هرار نجايا با وانو هانتن ساو قرد حتى هاتين لو ديجا هانتا كوري دي مالوحة لدربع قوي ترك اللو حرو وامد قرو ديسن ميسو ويسك دميسا حتى تطلع هان تقول دكتور وأغرقية تاسوا دباتو وحفها الآن تكمل تاي هذا هذا سكوري ده سكع مركا كقريب قاتي وفودي دي مركا شقاري باي من الجاري وغرقية تبعنا وصورة يا هوكا وقاضي ياهم لكن هدي الأغرقية بحاشي بنا تكور سو بدو أفضل يكو حيران مركا حطنا شقاري قرم معها سو مركا دباتو وين معها في شقاري وكو ديد ميان وكو حيران با بحاشي بنا تكور مرجع ما مشكلة هالشلة، يعني نقارن حتى مجالنا كنا عاوز، بري لا رجها ما. وهذا كاسم ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم نظافة النوع عاسي، في الرسول كوبا قوي في قول ما كنا نقولها عليه سلامة وسلام، إمادة الأذى عن الطريق صدقة، إن أذكر قاطع لبعض الطريقة تلا وصدقه، أي نقول عليه سلامة وسلام، إيمانك كم تعبوري، أو إيمانك وارد أو تضلات قيود، أعلىها كلمة لا إله إلا الله. إيمانك الله إله إلا الله بوصر رأيه وأدناها توغير نوا محي وإمادة الأداء عن الدريق إن الدريق كقادو حشيش إيمانك كتلا مركز تقول إنك أنه قبان إنه ونحسن بأ إيمانك إيمانك ما هو حميل نسكي الله ما هم إيمانك أعماشا ده لقبان إنه ونحسن ويان وي عقيدة ده أعماشا ويان إيمانك محيو سكتلا عقيدة عمل بيو سكتلا إيمانك أسر كيسو wuxuu ku nabi wax usar ray la ilaha illallah waxa ugu hooseeya tarqood gudafta ka qaato wasaasi isku xiray iimaanku ma haa iimaanku qalbiga uu kana maashad qabanay salaad waa kamid iimaan kamid tahay sadaqad waa kamid dhibaatada qaas waa kamid hadii lahaydmo duu waxa ay kaasa iimaanku istiaab kana wuxuu tilmaamaya isaguna in macnahiisa la fahmo imkaan ka soo baxnay tadrib waa had leeliska koobaad dac waxa digta calaamada sax calaamada sawaab ama calaamada sawaabta saxda amaam al-ibaara al-munasiba kelmada ku haboon horteeda dhig liduul mutahaddira dawladaha horumaray ama ilbaxay ta ku hor ku haboon qor halka maxaa ku qoran dawlad mutahaddira baa ku qoran halka maxaa ku qoran dawlad mutakhallifa dawladaha horumaray qaar dib u dhacay hadaba erayada halka qoran si uu kale leeyahay ugu qormid walba halka banaan wal mutakhallifa iyo ku awl mutakhallifa ama ku dib dhacay ku hor qor waahid yahtamu naasu bin nadaafa dadku waxa ku dadaalaya nadaafada waxa ku qoraysa dawladda متحضرات البحرية مسه تعود تمخلفات متخلفات تل بحرية كيدو ويكود دار النظافة هذا سنر كقولي سقوب بنان اثنين لا يهتمون الناس بالنظافة تدخل مبطن أيام ما نقرن أيام النظافة واحد كقولي سه دول متخلفة كوا دب دع يدب سعود كل عي أيام تدخل ضد نينين ثلاثة تنفق الدولة والدولة واحد كوب حساب أموالا كثيرا كثيرة حربا على النظافة النظافة حربا بتشت كمركز الصميم ليه نظافة ميزانة قيادة بالغو ترى هل قد تقول إيسا الدولة دول متحضرة قوة البحر أوية قواس أربعة الدول المشهورة بالنظافة دولة ذها قوة عام بحي نظافتها سيوناس وشيك ماليزيا كمان سنغبور باقي ماذا بقول هل قد تقول إيسا دول متحضرة قوة البحر أوية كتران خمسة الدول المشهورة بالقدارة دولة ذها قوة عام بحي قدافتها إيو وسخدة إيو مارتي نظافتها هذا واحد تقول إيسا هل كان دول متخلفة قوة دي بصعود كاه الدول مثل ماليزيا بقول دولتها الله من ماليزيا أوكرين هل قد تقول سامركا دول متحضرة كويل بحبي كشرتها تدريب ثاني غير الكلمات علامة الصواب علامة الصح وحط قرطا بجانب الفكرة الرئيسة فكرة ده وهو مهم في كل فقرة تدعو كستا دور تدعو بك كوبية تدعو كستا فكرة مهمة بقى كشرتها وهل كل دقة ها علامة كوغر مركا وهذا مركا ألف النظافة العامة نظافة الجود والخاصة نظافة الجار كأه با نظافة جسم الإنسان
ما يا واحد كبرني الفكرة الرئيسة فكرة وجو مهم سن وجو عدل وجو علص في الفكرة الأولى فكرة الكوبات فكرة الكوبات حكوا تاجنتها تقع على الأفراد والحكومات هل كاسك تاجنتها فكرة الكوبات هذا أنت حمبارسنت واحد وجو علص كل شيء كنيسة النظافة العامة والخاصة نظافة كجود أو مدو ذلكتو يتجار كقفك وجارك باع نظافة الجسم الإنسان وحكي شيء كنيسة فكرة عاسي أما تدو عاسي وحكاها الله يعني شركة قفك أول ما ديفيو جيم نظافة الشوارع وحكاها الله يا إمو دوين كنا ديفيو توقو ميمسان الواكا ألف كا وحانو كاكا شاكيني النظافة العامة نظافة القودة ومدى أورد من يدل كوداغو يوال خاصة تقفك أو قاركا هل كاسات قليل ساعة على مدى أو فكرة دوقو ميمسان يتدعى سي حبار فيها اثنين الفكرة الرئيسة في الفكرة الثانية فكرة أو عرص وقنا عدون يكون شرته يتدعى على بعض وحوي أو واحد الدول المتحضرة دولتها البحي باهتمام الدول المتقدمة بنظافتها دولتها هرومري وحيكود على النظافة دولة جيم الدول المتخلفة ما يوحى لغيرش يكينيا دولتها دي بصعود كا يوحى هرومرا أنا سمينين فكرة داس واحد كود تاغلتها يقاس وتقدم الدول هكذا سالة قبل أبيها وهي كثيرة بيكود تاغلتها انت ستدعى مثلا ما حاطحيسا وحاطحيسا اهتمام الدول المتقدمة بنظافتها وحيكود دالان يعني الدولة لها هرومري نظافة دولية كشغية ثلاثة الفكرة الرئيسة في الفكرة الثالثة فكرة دوغو مهم سن عتود عصد حاد وحويان وحنبارسية هاي ألف عمال نظيفة عفوا عمال نظافة شغالها نظافته يجوبون واحد نحو ريقان الشوارع ودويكا با المواطنون تدخل مواطنين تي ينظفون بيوتهم كل يخوض النظيفين تدخل ديقان كاي جين تهتم دولته وحكود ذلك الدولة يقول المواطن وقفك الديقان كي هيبال بدوته بالنظافة حلبة قوة صارم تاوضا ميسالة صحية دولة إيا قفك استقوى مواطن حق حلو قليها نظافة إنك الشقية وإنه فهم سنة قفك مواطن كيه إن نظافة أي تهمل الإيمان ما حتى وحي رفضت يدين تكوش إلي إيمان كبتاني مفردات إما كان هو إرأيه تدريب واحد ليس كوبات سلس كو حريري بين الكلمات المتضادتين لبدا إرأي إسكي سهور تشيدا المعنوه دو آر إسكو إسكي سهور تشيدا أبا سيدك متحضر بحالك أكو قرم مد إلى بحي وحوانا سامر كان متخلف مد بو صعودة إياك سهور تشيدا نظافة نظافة أيهالك أكو قرم وحاك سهور تشيدا قذارة وسخ إيو أسكي باك سهور تشيدا وحالك أكو قرم يدنا خارج وكبحسن وحاك سهور تشيدا خارج داخل او غدها ايك سور جيدا داخل يا خارج يعني داخل المسجد خارج المسجد داخل الوطن يا خارج الوطن ساسو كره واحد عام مد عامه او غود او ددكو وداغو خاص با كسو جيد مد غار او عد غار يلدي يقبل اي هلكا كسور جيدا يقبل يعني او غلانيا واخا كسور جيد يرفض او ديده ايك سور جيد غاسان غدو فنيا يضعو دغيا اي هلكا وقت واخا دغيسو لو كا دغيسو مثلا اما سيدي ا دغيسو يحمل باك سوى جو قاضية وحد روكو سوى قاضي لما اسكور جيسا اسكو جي تدريب تاني ليلة كلابات هاتي واحد كانتا جمع الكلمات الآتية كلمة دهان سوى صعودة جمع عودي كان ومفردي من الناس هذا الكهو ركو سوى قاضي واللقه ليا بل هدي بقول نقطة لما انتوت واستعملها اوه دي اكسر مركها كلمة دها في جمل المفيدة جملوي فائدة لدى بأننا قدر مركا جمع كانتو الكلمة كلمة دي جمع دي مال بارك قور واحد مال مال قوة حولها محل قوة جمعنا اموال حولي تبنى جملة أدو قدر مركها اثنين شارع ووضو وحوية جمع ذو شوارع والدوين تبنى جملة قدر أدو ثلاثة عامل وشغالة تبنى حتى هذا عمال وكارك جمع تبنى جملة قدر مفيدة أدو أربعة حديقة وبر حدائق ويسمعوا بيرو تبنى جملة مفيدة قدر بوكويري وهو حيالها لو قبر يتدريب إن أدو حيدر بقبان كرتو خمسة فرد وقف وقرتها مركة أفراد قف قف ويعني قف قف قر لأن الجملة مفيدة قدر خمسة ساكن إيه ساكن وقف الديجة مواطن كودن كديجن وعندنا كأكو شعيسا سكان والديجان كدتك لأن أدو الجملة مفيدة قدر والله أعلم بالصواب بالله التوفيق.